تقول في سؤالها الآخر: ماذا أفعل كي أكفر عن ذنوبي، خصوصا أنها كانت كبيرة وعظيمة في حق خالقي سبحانه وتعالى؟ هذا فيه تفصيل. إذا كانت الذنوب بينك وبين الله سبحانه وتعالى فإن الذي تكفرها التوبة. الحمد لله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والتوبة تجب ما قبله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما إن كانت التوبة من حقوق الخلق فلا بد من إعادتها إليهم وطلب المسامحة منهم. نعم.